أسرار اليوم، نداء الوطن. رأت مصادر سياسية أن ما نقل عن السفيرة الأمريكية عن عدم ممانعة واشنطن انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجي هو كلام دبلوماسي لا يعول عليه، ورأت أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن السفيرة قامت بمهمة الترسيم بشكل ممتاز استحقت عليه الترقية والانتقال إلى الأمم المتحدة، وبالتالي أي تصريحات تتعلق بالشأن اللبناني باتت من قبيل تقطيع الوقت. يرى طرف معني بموضوع الأعداد الطائفية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان وراء السؤال الذي طرح عليه عن نسبة المسيحيين في لبنان بعد التوتر الذي سادة مكالمة بينه وبين البطريرك الماروني بشار الراعي. يتردد أن السراي الحكومي تبلغ أصداء استياء مسؤولين غربيين من الإجراءات التي طلبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي ضد القاضية غادة عون. الجمهورية، قال أحد الكوادر السابقين في التيار الوطني الحر: أكبر كذبة كانت تفاهم مرمخايل، وكل كلام عن التمسك به وتطويره هو كذب بكذب. خلص خلينا نعترف أن هذا التفاهم من زمان مات وشبع موت. يقول وزير سيادي أنه يعمل لإنجاز استحقاق، ولكن المعوقات والمحاذير والحاجة إلى الدعم والتمويل كبيرة جدا جدا. عائدون من حاضرة روحية عالمية نقلوا عن مسؤولين فيها أنها المرة الأولى التي تستشعر فيها بحجم الخطر على الوجود المسيحي في لبنان، وبلغ درجة أكبر مما كان عليه زمن الحرب. اللواء، أبلغ دبلوماسيون في عاصمة دولة كبرى في حرب مع دولة كانت ضمن جمهوريتها جهات لبنانية أنها مصممة على تحقيق نصر مهما كان حجمه مع وضع كل الخيارات على الطاولة. يغمز مقربون من حزب بارز من قناة دور غامض لقطب نيابي يحيط اتصالاته بكتمان محكم ولا سيما في الخارج. تتخوف روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من ارتفاع غير محتمل لسعر صيرفة قبل الأربعاء المقبل موعد تحويل الرواتب إلى المصارف، تمهيدا لسحبها على الدولار المخصص لعمليات الحصول عليها. للمزيد زوروا موقعنا صدى الأرز.com.